خمس حملات إعلانية فاشلة لشركات عالمية. في المركز الخامس، خطأ بيبسي الفادح. أطلقت شركة بيبسي شعاراً جديداً بعنوان بيبسي تعيدك إلى الحياة من جديد، وكان مناسباً تماماً لسوق أمريكا الشمالية، ولكن عندما تم تسويقه في الصين أتى بعواقب وخيمة ومضحكة في آن واحد، لأن الشعار الذي حاز على إعجاب الكثير من الأمريكيين لم ينل رضا الصينيين، وذلك ببساطة لأن ترجمته إلى الصينية يكون بمعنى بيبسي يجلب أسلافك من القبر، وبالتالي امتنع الصينيون عن شراء المنتج وتنافسوا في المزاح والسخرية من شعار بيبسي الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي. وعانت الشركة من بعض الخسائر المادية آنذاك، وكان خطأ من شركة كبيرة كان عليها أن تدرك ما ينجح في مكان ما ليس بالضرورة أن ينجح في مكان آخر. في المركز الرابع، الحملة الإعلانية لشركة هوندا. من منا لا يطمح أن يمتلك الروبوت يسدي له بعض المساعدة؟ شركة هوندا أطلقت إنساناً آلياً جديد يتمتع بعدة مزايا، منها التنقل بسهولة في أي مكان، وأطلقت عليه اسم أسيمو، وصمم لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم. لقد كانت بالفعل فكرة رائعة، إذ كان بإمكانهم تنفيذ ذلك بالفعل، فكان على هوندا التأكد من إمكانية تنفيذ المشروع أولاً قبل إطلاق الحملة الإعلانية، فقد ثبت بعد ذلك عدم إمكانية الروبوت القيام بالكثير من المهام التي ظهرت في الحملة الإعلانية كصعود الدرج على سبيل المثال، مما سبب فضيحة كبيرة للشركة. في المركز الثالث، حملة كوكاكولا الجديدة. في عام 1985، عندما قررت شركة كوكاكولا تغيير التركيبة السرية لمنتجها والذي استمر أكثر من 100 عام وتحسينه بإنتاج تركيبة جديدة ادعت بأنها أفضل وألذ كما قال خبراء التذوق لديها، ولكنها لم تنل إعجاب المستهلكين الذين ثاروا مطالبين بعودة التركيبة القديمة لكوكاكولا مرة أخرى، وبالتالي كان على الشركة الاستجابة لمطالب المستهلكين بإعادة إنتاج التركيبة القديمة لكوكاكولا تحت شعار كوكاكولا الكلاسيكية. في المركز الثاني، مؤسسة يونايتد واي. في عام 1986 قررت الشركة لفت الأنظار إليها، وذلك عن طريق تحقيق رقم قياسي بإطلاق أكبر عدد من البالونات في سماء مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. تم إطلاق 1.5 مليون بالونة، لكن عدم الاهتمام بالأحوال الجوية أدى إلى تساقط البالونات بفعل الأمطار الغزيرة، وبدلاً من أن تحلق بعيداً في السماء عادت البالونات لتغطي شوارع المدينة، واضطرت السلطات المحلية لإيقاف الرحلات الجوية. حطت آلاف البالونات في بحيرة إيري معطلة عملية البحث عن بحارين مفقودين ماتا غرقاً. أدت العملية الفاشلة إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة أجبرتها على دفع تعويضات تصل إلى ملايين الدولارات عن حملتها الإعلانية التي فشلت فشلاً ذريعاً. في المركز الأول، حملة ماكدونالد وأولمبياد 1984. قامت مطاعم ماكدونالد العالمية بحملة إعلانية ضخمة خلال أولمبياد عام 1984، فعندما تفوز الولايات المتحدة بالأولمبياد فأنت أيضا تربح، ويتوقف ذلك على عدد الميداليات التي سوف تحرزها الولايات المتحدة في الأولمبياد، فالذهبية تمنحك وجبة ماك كبيرة مجانا، والفضية وجبة بطاطس مجانا، أما البرونزية تمنحك كوكا مجانا. ولكنها لم تتوقع مقاطعة السوفييت للبطولة هذا العام، وهم المنافس الأقوى، وبالفعل فازت الولايات المتحدة ب 174 ميدالية، منهم 83 ميدالية ذهبية. وبالطبع لم تتمكن ماكدونالد توفير وجبات مجانية كافية للجميع، ولم تستطع ماكدونالد الوفاء بوعودها، وخرجت الأمور عن سيطرتها لتصبح فضيحة من العيار الثقيل للشركة العالمية. أخطر 10 مشاهد أكشن قام بها النجوم بأنفسهم في السينما العالمية. Mission Impossible 5، قام توم كروز بعمل إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.